توجهوا للأفارقة اللي هما أخواتنا أن راو تونس عمرها ما بعدت على أفريقيا وعمرها ما هي باش تبعد إلى أفريقيا. والحدث بتاع اليوم إن شاء الله قلت ربي باش يكون ناجح باش يأكد أنه السلطات التونسية واقفة مش مع يعني الطلب الأفارقة فقط أما مع الأفارقة بصفة عامة. يثلج الصدر على خاطر في العرض بتاعهم وراوا أنه ثم اللي ما يعبر عنها بالتبادل الثقافات ثم برشا حاجات اللي عندهم اللي موجودة عند التوانسة معناتها من قبل. والحق اللي شفناها توا في العرض أنا نثمن المجهود اللي قاموا به الأطراف الكل.